اوكي النهارده هنتكلم على اخر سيكشن في التشابتر ده اللي هو الكوانتم ستاتستكس. في الكوانتم ستاتستكس طبعا يعني كان المفروض بفترض الناس عندها فكره عن اللي هي الكلاسيكال ستاتستيكال ميكانكس اللي هي بتتعامل مع سيستم اوف فيري فيري لارج نمبر اوف بارتكلز وير ذيس بارتكلز ار كنترولد باي ذا لوز اوف كلاسيكال ميكانكس يعني دي اوبي سوري دي اوبي ذا لوز اوف كلاسيكال ميكانكس اللي هو نيوتن سكند لو او كلاسيكال ماكسويل ايكويشنز ذن اف يو هاف فيري فيري لارج نمبر اوف ذيس بارتكلز انسايد سام فوليوم في this volume V could be like the room, this room, or it could be a container or whatever يعني. Then a question دلوقتي بقى ازاي تدرس realistically this system, this kind of systems يعني. طبعا a typical estimate for the number of particles inside some macroscopic volume هو Avogadro's number. تمام? Which is very very large number يعني. لو كلمنا على Avogadro's number. Avogadro's number ده تقريبا 10 to the power 24. فانت حتى لو بتتكلم كلاسيكالي وانت عندك some container وليكن مثلا container فيه جاز فانت جوه الكونتينر ده انت عندك roughly speaking 10 to the power 24 molecules inside this gas. فانت طبعا laws of classical mechanics are deterministic in the sense that انك انت لو انت عارف ال initial conditions بتاعت 10 to the power 24 molecules جوه الكونتينر by initial conditions I mean مثلا ال initial position وال initial velocity بتاع كل واحد فيهم then if you feed these data to Newton second law then Newton second law in principle هيقول لك ايه هو subsequent evolution بتاع ال molecules دي كلها starting from these initial conditions at t بتساوي 0 مثلا يقدر يقول لك اللي هيحصل at any later moment of time. انا باسيوم انك انت you can solve the equation of motion. طبعا in practice it will be impossible to solve the equation of motion unless طبعا except in very very ideal cases مثلا وليكن انك انت مثلا بت ignore the mutual forces ما بين المولكيولز بتعتبر مثلا ان المولكيولز دي كلها free وال the best it could do انها ممكن مثلا ت interact مع الوولز بتاعت الكونتينر اللي هي مثلا لو انت عندك very dilute gas مثلا احنا بنسميها ideal gas. انما اي رياليستيك سيستم وليكن مثلا المولكيولز اللي جوه الروم ديت انت عندك انتراكشنز بتحصل طول الوقت ما بين كل الممبرز اوف ذيس ما بين كل ديس ما بين كل المولكيولز ديت فانت ساعتها برضو هتقابلك مشكله كبيره جدا انك انت غالبا مش هتعرف تحل الايكويشن اوف موشن بس ايفن اف يو كود يعني سبوز انك انت بقى عندك سام سوبر كمبيوتر اور من ضمن الحاجات اللي حصلت للكوكب الفتره ديت جه علينا alien invasion بناس يعني سوبر ادفانسد ولقوا طريقه ان هم يقدروا يحلوا السيستم ده for realistic interactions ساعتها برضو انت فعلا هيديك يعني data which is mostly useless لانك انت انا مش فارق معايا ان انا اعرف مثلا الاكزاكت trajectory بتاع المولكيول رقم 10 to the power 24 مثلا يعني assume ان انا عرفته فعلا تمام ايه اللي هيفرق معايا انا عرفت ان المولكيول ده بيتحرك مثلا في تراجكتوري معين اتس يوزليس انفورميشن لو انا بتكلم على ان البارتكل ده موجود في وسط 10 تو ذا باور 24 اذر بارتكلز يعني مظبوط كده انما انذر مور يوسفول اند رياليستيك بيس اوف انفورميشن ممكن اكون انا انترستد فيها هي ايه هي الدنسيتي فلكتويشنز مثلا يعني ايه اللي هيحصل للدنسيتي في الـ في الـ في الـ في الفوليوم ده ازاي الانرجي assume مثلا طبعا انا عندي isolated system وانا I'm fixing the total energy بتاعته مثلا اوكي وانا اقدر اعمل كده in principle انا اجيب مثلا اللي هي diathermic walls او ان انا isolate the system very carefully I make sure ان مفيش اي energy بت go into the system or بت leave the system يعني ف suppose مثلا انا عندي system at some fixed energy السؤال دلوقتي بقى how will this energy be distributed over the particles مثلا ده برضو another relevant question او بمعنى اخر suppose ان انا I pick some بارتكل ات راندوم من السيستم ده يعني احتمال ان الانرجي بتاعته تبقى ليها فاليو معينه صح فاحتمال مثلا ان انا احصل على الفاليو ديت للانرجي يعني اي ان باي اي ان اي مين سنجل بارتكل انرجي اللي هي الانرجي بتاعتها سنجل بارتكل انا اخترت واحد من دول كلاسيك انا بتكلم كلاسيكالي تمام كل واحد من دول بقى طبعا انا لو انا حليت السيستم ده اكيد كل واحد من دول ليه ديفينيت سيت اوف انرجي ليفلز لو انت بتتكلم كلاسيكال ميكانكس غالبا الانرجي ديت كونتينوس يعني انما لو بتتكلم كوانتم ميكانكس الانرجي ديت ديسكريتايزد يعني it could be every one of these atom could be a hydrogen atom مثلا وانت حليت السيستم ده فطلع لك ديسكريت سبيكتروم
ف let's concentrate in one specific value of the single particle energy انا سميتها EN. احتمال بقى ان انا لما اخد particle at random من ال 10 to the power 24 particles دول يطلع لك energy بتاعته EN. صح؟ ده سؤال relevant. وعلى فكرة السؤال ده equivalent للستيتمنت ديت اللي هو how many particles have the energy EN inside the container يعني صح؟ ده برضو another way to answer this question يعني اللي هو كم particle اللي هو how many particles out of the 10 to the power 24 ليهم ال energy EN ديت يعني احنا هنسمي الرقم ده بعد شوية ال NN يعني اوكي ما انت اكيد من ال N particles دول اللي هم roughly speaking 10 to the power 24 اكيد N1 منهم ليهم energy E1 N2 لهم energy E2 etc. يعني فأنا بقى لو أنا اخترت particle at random احتمال الانرجي بتاعته EN اللي هو equivalent إن أنا كم particle لهم energy EN مثلا في وسط ال complicated system ده تمام ده سؤال يعني that's a good question to try to answer يعني مظبوط طبعا في الكلاسيكال statistical mechanics أنت بتinvoke نفس ال assumption في quantum statistical mechanics ال assumption اللي هقول عليه دلوقتي يعني اللي هو ال fundamental assumption of ستات ماك او ستاتيكال ميكانكس اللي هو اسمه الاسامبشن اوف ايكوال ايبريوري بروبابيلتيز يعني هتكلم عليه بالتفصيل بس احنا خلي بالك سواء في الكلاسيكال ستاتيكال ميكانكس اور ذا كوانتم ستاتيكال ميكانكس انا عندي حاجتين عندي حاجه اسمها مايكرو ستيتس ديت يونيفرسال فيتشرز بغض النظر بقى انت كلاسيكال ولا كوانتم ميكانيكا وفي عندي حاجه اسمها ماكرو ستيتس by a macro state اللي هي الحاله يمكن اللي هي الاسهل شويه انك انت بتتكلم على it's a state defined by some macroscopic parameters macroscopic parameters in the sense انها classical observables ممكن تقيسها بسهوله يعني زي التوتال انرجي بتاعت السيستم زي الفوليوم بتاع السيستم مثلا فانت ممكن تتكلم على التوتال انرجي انا ممكن اقيس لو انا عندي لارج كونتينر زي ده فيه 10 to the power 24 molecules انا ممكن اقيس التوتال انرجي كلاسيكالي اتس ا فيري لارج نمبر يعني مش سنسيتيف للكوانتم فلكتويشنز الصغيره يعني وبرضو انذر اكزامبل اوف ماكروسكوبيك فاريبل اللي هو الفوليوم بتاع الكونتينر ده لو انا بتكلم على رياليستيك كونتينر مثلا يقدر يكونتين 1 مول اوف ذا جاز على فكره ممكن تيستيميت الفوليوم ريكوايرد انك انت كونتين 1 مول اوف جاز ات سام تمبريتشر اند بريشر عن طريق ايديال جاز لو لكن استخدم المعادله ديت بي في بيساوي ان ار تي انا بس انا بفترض ان هم ايديال جازز يعني such that this equation is valid فانا لو قلت لك انا محتاج فوليوم قد ايه عشان اكونتين ان مولز اوف ذا جاز ات سام تمبريتشر تي يعني فانت لو انا بتكلم على 1 مول اوف ذا جاز مثلا خلاص الان ب 1 والار ده از يونيفرسال كونستانت والتمبريتشر مثلا انا ممكن اقول بقى الروم تمبريتشر ولا تي بتساوي 0 التمبريتشر ان كلفن هنا على فكره فانا اقدر احسب الفوليوم ده طبعا هيطلع لك الفوليوم ده برضو لو انت عايز تكونتين 1 مول اوف اني جاز هتلاقي الفوليوم ده برضو ماكروسكوبيك يعني اوف اوردرز يعني اللينث سكيل او اللينس بتاع بتاع الفوليوم ده هو غالبا اوردر اوف سنتيمترز يعني فانت ده برضو another macroscopic variable يعني صح؟ طبعا انت لما تحط 1 مول وجاز هنا كونتينر غالبا الكونتينر ده مثلا الفوليوم بتاعه مش بور ريديوس يعني هيبقى some macroscopic length scale. الحاجه الثانيه اللي هي بقى النمبر اوف بارتكلز مثلا صح؟ which is in general is very very large in order for the statistical analysis to be valid يعني اللي هو هنفترض ان هو افوجادروز نمبر ده برضو macroscopic parameter. وممكن يبقى في عندك حاجات تانية بقى ممكن يبقى في عندك مثلا ممكن يبقى في عندك البريشر انا ممكن برضو انا عندي كونتينر اند اي ام فيكسنج البريشر بتاع الكونتينر ده انا حاطط بيستون هنا وان اي ميك شور ان البيستون ده دايما بيكيب سام فيكسد بريشر ممكن اغيره بس اني ماكرو ستيت هي كاركترايز باي سبيسيفيك فاليوز بالبارامترز ديت يعني وممكن يبقى في عندك حاجات تانية لانك انت ممكن تكابل السيستم لاكس لاذر ماكروسكوبيك بارامتر زي مثلا ليتس اسيوم انك انت الممبرز بتاعت الجاز ده كلهم ionized كلهم عليهم electric charge فانت ممكن تاخد الكونتينر ده وتحطه في external electric field فساعتها يبقى في عندك extra source of interaction ما بين الممبرز والاكسترنال electric field الاكسترنال electric field ده classical field برضه ماكروسكوبيك فيلد مثلا كاباسيتور كبير جدا وانا حاطط الجاز فيه فساعتها برضه يبقى one of the macroscopic parameters ممكن يبقى لو انت مثلا الممبرز دول ليهم magnetic dipole moment تمام ممكن تحط السيستم في magnetic field etc يعني
فانت specifying one of these parameters او giving a specific value to every one of these parameters, لو انت عملت كده you specified a specific macro state للسيستم ده, صح؟ انت فكر في البارامترز ديت على انها مثلا بتسكان يعني abstract space, في الحالة ديت هو 4 dimensional, فانت الماكروسكوبيك state in this space is defined by a point in this space يعني. Very good. دلوقتي بقى another kind of states هي المايكرو ستيتس. المايكرو ستيتس هي concerned بالفاين ديتيلز بتاع السيستم ده. المايكرو ستيت هي بتقول لك السبيسيفيك بقى ستيت بتاع كل individual member of this system, صح؟ طبعا لو انا قلت لك التوتال انرجي بتساوي كذا والفوليوم بيساوي كذا والان بتساوي كذا والبي بتساوي كذا, then there will be only a specific class of microstates consistent مع البارامترز دي. ازاي؟ let's ignore الفوليوم, let's assume ان انا I kept الحاجات دي كلها fixed يعني وانا عارف التوتال انرجي. وتعالى نتخيل مثلا انك انت عندك كونتينر مثلا في وليكن 3 particles مثلا. طبعا لو انت عندك 3 particles then there is no sense in invoking statistical mechanics يعني, بس انا for simplicity هتخيل مثلا عندي بلاش 3 particles كمان, let's imagine 2 particles, تمام؟ فانا عندي 2 particles مثلا, صح كده؟ وليتس اسيوم انك انت الافيلابل سنجل بارتكل ستيتس بتاعتك هي 2 ليفلز بس, يعني كل واحد منهم ممكن يعيش في 2 ليفلز بس يعني مثلا ليتس اسيوم انك انت كل واحد منهم هو سبين هاف وفي ماجنتيك فيلد, وانت الانرجي بتاعتك يا اما اب اور داون يعني, صح؟ فانت عندك 2 ليفلز يعني اللي احنا نسميهم كده مثلا ليتل ايبسلون 1 اند ليتل ايبسلون 2, صح؟ فانت التوتال انرجي بتاعتك بتاعت السيستم ديت هي بتساوي كام؟ يعني let's assume كمان انك انت الابسلون 1 ديت مثلا بتساوي 1 والابسلون 2 مثلا بتساوي 2 وليكن مثلا الكترون فولت, وهنا الكترون فولت يعني دي اليونتس بتاعتي, تمام؟ فانا لو قلت لك مثلا التوتال انرجي بتاعتي هي بتساوي 4 الكترون فولت, صح؟ لو التوتال انرجي بتساوي 4 الكترون فولت يبقى ديفينتلي التو بارتكلز موجودين في الاي 2 يعني, صح؟ يبقى انا لو بتكلم على الاي 1 اهي يبقى انت التو بارتكلز هم هنا اكيد, صح؟ That's the only allowed microstate, مظبوط كده؟ على فكره انا بتكلم هنا على ليفلز وكده بس نفس الاناليسيس كلاسيكالي, اللي انت برضو انا لو انت كلاسيكال بقى خلاص يمكن غالبا هيبقى في عندك كونتينوس السنجل بارتكل ستيتس ديت كونتينوس, بس انا ات اني بوينت لو قلت لك التوتال انرجي بتساوي كام هيقول لك انك انت في عندك a specific set of allowed microstates اللي هي distribution of the particles such that انك انت التوتال انرجي بتاعتهم تديك الماكروسكوبيك فاليو ديت يعني, صح؟ فالمايكرو ستيتس بتاعتك هي المايكروسكوبيك ستيتس which are consistent مع الماكروسكوبيك بارامترز بتاعتك which is consistent مع الماكروسكوبيك كونسترينز. باي مايكروسكوبيك كونسترينز اي مين انك انت يو ار فيكسينج التوتال انرجي اند يو ار فيكسينج اذر ماكروسكوبيك بارامترز يعني, اوكي؟ طبعا لو انت بتتكلم بقى كوانتم ميكانيكالي then you specified the microstates من هنا انك انت خلاص انت عرفت انك انت الكوانتم نمبرز بتاعت every member of the system, لانك انت في الكوانتم ميكانيكس to define a state then you need to define a quantum number بتاع كل member في السيستم ده, صح كده؟ فانت in this very simple example لو انا قلت لك الماكروسكوبيك بارامتر E بيساوي 4 يبقى انت عرفت المايكروستيت بتاعت السيستم. المايكروستيت بتاعت السيستم تقول لك انك انت عندك التو بارتكلز الاثنين ليهم ايبسلون 2 او عايشين في السكند انرجي ليفل يعني, صح كده؟ طبعا لو انا قلت لك مثلا الانرجي بتاعت السيستم ده بتساوي 2 الكترون فولت, صح؟ لو الانرجي بتساوي 2 الكترون فولت ممكن يحصل ايه بقى؟ انت عندك ممكن يبقى عندك حاجه زي كده, ممكن البارتكل الاولاني يبقى هنا, سوري يبقى ساعتها بايه بقى؟ الاثنين تحت الاثنين هنا يعني, صح؟ خليها 3 الكترون فولت عشان يبقى مور انترستنج يعني. لو انت عندك 3 الكترون فولت يبقى انت ممكن الاولاني يبقى هنا والثاني يبقى هنا, صح؟ او العكس. طبعا دلوقتي بقى هنا هيظهر لو انت بقى في الكلاسيكال statistical ميكانكس انت عندك actually two different states, two different micro states, لانك انت in classical statistical mechanics you can label the particles, you can put a mark على particles حتى لو هم ايدنتيكال, حتى لو لهم نفس الالكتريك تشارج نفس الماجنتيك دايبول مومنت نفس الماس, لانك انت كلاسيكالي there is still a concept of a trajectory يعني you can trace every individual molecules من دول يعني. فانت كلاسيكالي ممكن يبقى الاولاني هنا والثاني هنا او العكس, الاولاني هنا
والتاني هنا. فانت عندك كلاسيكالي انت عندك تو مايكرو ستيتس كونسيستنت مع الماكروسكوبيك كونسترين ده يعني. انما في الكوانتم ميكانكس بقى هيبقى فيه تشينج كبير جدا جدا. لكن لو انا بتكلم على ايدنتيكال بوزونز مثلا انت الستيت ديت هي انديستينجويشبل من الستيت ديت يعني صح. فاكشلي ذاتس وان واي هيحصل فيها او ذاتس بليس وير الكوانتم ستاتستكس هتديفر فروم ذا كلاسيكال ستاتستكس في الكاونتنج. انك انت مش بس انك انت في الكوانتم ستاتستكس انت مش بس بتشوف المايكرو ستيتس اللي هي كونسيستنت مع الماكروسكوبيك بارامتر اللي هي بتديك التوتال انرجي اللي هي بتصام للتوتال انرجي. لا ده انت لازم برضو تبقى كونسيستنت مع الرولز بتاعت الكوانتم ميكانكس انك انت ذس مايكرو ستيت اند ذس مايكرو ستيت الاثنين دول انديستينجويشبل فهم دي كانوت ديفرينشيت بين ذم. فانت ان رياليتي اكشن انت عندك 1 مايكرو ستيت مش 2 مظبوط كده. طيب فاحنا دلوقتي احنا طبعا السؤال الاساسي اللي احنا هنحاول نجاوب عليه هو ده ان انا given a system of very large number of particles where these particles obey the rules of quantum mechanics. السؤال بقى دلوقتي suppose I pick one particle at random من السيستم ده ايه هي probability ان الانرجي بتاعته تبقى EN صح اللي هي equivalent انك انت how many particles في السيستم بتاعي الانرجي بتاعتهم EN ديت اوكي والاي ان ديت اللي هي السنجل بارتيكل انرجي. فانا هتكلم بتفاصيل اكتر على يعني ايه سنجل بارتيكل انرجيز في سمبل كونتكست وبعد كده هنجنرالايز لمور جنرال كيس اوكي. طبعا الابسط سيستم ممكن ندرسه في كوانتم ميكانكس ممكن ندرس مثلا وان دايمنشنال انفينيت بوكس اللي هو السايد بتاعه من 0 ل A وانا بفترض مثلا ان انا جوه البوكس ده عندي n بارتيكلز والان ده is very very large number اوكي. فطبعا لو انت عندك وطبعا اول approximation او بعمله انا دلوقتي ان انا بفترض انك انت الان particles دول are non interacting تمام n non interacting particles. انا ههمل كل الميوتشوال انتراكشن ما بين البارتكلز دول. طبعا لو انا عندي n نون انتراكتنج بارتكلز وانا عايز احل شرودنجر ايكويشن للn بارتكلز دول انا اتس اناف ان انا احل شرودنجر ايكويشن لواحد بس منهم يبقى انا كده عرفت التوتال سوليوشن صح. طبعا السوليوشن بتاعي انت عندك بارتكل انا بوكس فانا عارف الايجن فاليوز والايجن فانكشنز. الايجن فاليوز مثلا بتبقى كاركترايزد ب1 كوانتم نمبر بتطلع بالمنظر ده باي سكوير اتش بار سكوير على 2 ام a square times some integer square where the integer ده ال values بتاعته 1 و 2 و 3 صح. ده لو انا عندي single particle جوه البوكس ده فده in the case when I have one single particle جوه البوكس ده صح. فطبعا ده اللي هي ال EN اللي هي energy level بتاعت single particle ده تمام. طبعا بقى لو انت عندك more than one particle جوه البوكس ده هتبقى total energy هي مجرد السم بتاعهم لو انا بفترض ما فيش عندي اي interaction ما بينهم صح. فمثلا لو انا عندي بقى 3 particles جوه البوكس ده let's assume ان انا مثلا ادي البوكس من 0 ل A وانا عندي 3 particles انا لسه لحد دلوقتي ما قلتش البارتكل دي distinguishable ولا bosons ولا fermions يعني انا عندي in general 3 particles. فانت لو انت عندك 3 particles جوه البوكس وعايز تجيب التوتال انرجي بتاعتهم under this assumption هتلاقي انك انت التوتال انرجي بتاعتهم هي السم بتاع كل واحد منهم يعني طالما فيش اي انتراكشن فانت في عندك حاجه كده باي سكوير اتش بار سكوير على 2 ام اي سكوير وبعد كده بقى في عندك 3 كوانتم نمبرز انا اسميهم كده ان اي سكوير بلس ان بي سكوير بلس ان سي سكوير. انا مسمي البارتكل الاولاني اي والبارتكل الثاني بي والثالث سي. طبعا ديت التوتال انرجي بتاعتك اللي هي السم بتاع الثري انديفيديوال انرجيز بتاعت البارتكلز. انا بفترض ان انا ما عنديش اي انتراكشن ما بين البارتكلز دول تمام. دلوقتي بقى انا ممكن اكتب التوتال انرجي ديت اكتبها كده اكتبها سم كونستانت اللي هو ده هسميه سي وبعد كده ان اي سكوير بلس ان بي سكوير بلس ان سي سكوير اوكي. ديت التوتال انرجي بتاعت السيستم صح. دلوقتي بقى السيستم ده انا بفترض ان هو يعني لو انا قلت لك مثلا
السيستم ده at zero temperature صح؟ يبقى at zero temperature t equal zero. وقلت لك ايه هو الديستريبيوشن بتاع البارتكلز اوفر ذا انرجي ليفلز، او بمعنى اخر ايه هي الافيلابل فاليو بتاعت الان اي والان بي والان سي ات زيرو تمبريتشر. اجابه السؤال ده في منتهى البساطه، لانك انت ات زيرو تمبريتشر السيستم هيروح لذا موست اور ذا لوست بوسيبل انرجي صح. طبعا لو البارتكل ده هو ميد اب اوف ديستينجويشبل بارتكلز، يبقى انت عشان السيستم ده مينيمايز الانرجي بتاعته لان هو عن تي بتساوي صفر، خلاص الثلاثه هيروحوا للجراوند ستيت صح. فانت for D أو for distinguishable particles إجابة السؤال هو لو أنا طبعا السؤال بتاعنا إيه هو distribution بتاع particles على available energy levels، يقول لك إنك أنت الـ NA بيساوي الـ NB بيساوي الـ NC بيساوي 1 اللي هي الـ lowest energy state، وما فيش أي obstruction إن ده يحصل. إنما لو أنت كان عندك مثلا for identical بوزونز برضو ما فيش اي مشكله ان الثلاثه يبقوا في نفس الكوانتم ستيت، ممكن برضو لانك انت ال ان اي تساوي ال ان بي تساوي ال ان سي بتساوي 1 صح. طيب لو كانوا بقى ايدنتيكال فيرميونز، يبقى ديت كده ديستنجويشبل بوزونز وبعد كده فور ايدنتيكال فيرميونز. طبعا فور ايدنتيكال فيرميونز ما ينفعش يبقوا الثلاثه في نفس الليفل، يعني ممكن يحصل ممكن اثنين يبقوا في ان ايكوال 1، واحد سبين اب واحد سبين داون مثلا، والثالث يبقى في هاير انرجي ليفل، فممكن يبقى في عندك حاجه زي كده. يبقى مثلا ممكن يحصل ايه بقى؟ ممكن يبقى في عندك لو انا عايز مثلا احط تو بارتكلز ان ذا فيرست ليفل، هيبقى في عندك مثلا حاجه زي كده، واحد وبعد كده واحد وبعد كده اثنين صح. ديت لو هم ايدنتيكال فيرميونز. انا طبعا بفترض ان الاولاني ان ده وده ليهم اوبوزيت سبين، يعني اوكي عشان بس يبقى في عندي ديفرنس في الكوانتم نمبرز ما بينهم. فانت التي بتساوي زيرو الديستريبيوشن اوف بارتكلز اوفر ذا مايكروسكوبيك انرجي ليفلز اور اوفر ذا سنجل بارتكل ستيتس از فيري ستريت فورورد. انت بس سيت البارتكلز دول ساتش ذات ان التوتال انرجي بتاعتك از مينيمم and seed them while you are consistent with the Pauli exclusion principle. ان هم لو بوزونز then there is no obstruction انك انت تحطهم كلهم في نفس الستيت. لو هم فيرميونز then you'll have to make sure انك انت you cannot have two fermions بيكوباي نفس الكوانتم ستيت. يعني السؤال بقى بتاعنا انك انت what if the temperature is not equal to zero. لو انت temperature is not equal to zero انت عندك thermal fluctuations جوه السيستم، فانت الثيرمال فلكتويشنز ديت هتخلي البارتكلز يكسيتشينج انرجي مع بعض، وطالما البارتكل بتكسيتشينج انرجي او عندها افريج كاينتيك او افريج انرجي لانك انت عندك نون زيرو تمبريتشر في السيستم، ذن البارتكل ديت ممكن تنفوك هاير اند هاير انرجي ليفلز صح. ما لو انا بقى عندي سام فاينايت تمبريتشر، ما فيش اي حاجه تقول لي ان 3 ديستنجويشبل بارتكل محتاجين يروحوا لل ان ايكوال 1 ان اي ايكوال 1 ان بي ايكوال 1 ان سي ايكوال 1 صح. ممكن يحصل حاجات كتيره جدا، ده بقى هيعتمد على التمبريتشر اكيد طبعا. ات فيري لو تمبريتشر مثلا الكوانتم نمبرز ديت هتبقى سمولر اند سمولر، انما at higher and higher temperature السيستم محتاج ينفوك او عنده opportunity ان هو ينفوك higher and higher energy levels يعني صح. وطبعا بقى اجابه السؤال ده هتعتمد برضو انت بتتكلم على distinguishable particles ولا identical bosons ولا identical fermions. فانا السؤال بتاعي بقى اللي انا عايز اساله هو الاتي بقى، انك انت at a finite temperature تمام. السؤال هو دلوقتي how many particles will have an energy En. اوكي وال En ديت هي دول السنجل بارتكل انرجيز صح كده. يعني بص لو انت عند زيرو تمبريتشر هاو ماني بارتكلز ليهم الانرجي 3 سي. دلوقتي لو انا بتكلم عند زيرو تمبريتشر وقلت لك هاو ماني بارتكلز مثلا الانرجي بتاعتهم سوري الانرجي بتاعتهم بتاع ده 1 سي. يعني تعال ابلاي الكلام ده ات زيرو تمبريتشر مثلا في الاكزامبل ده، لو انا ات زيرو هاو ماني ليهم انرجي الانرجي بتاعتهم اللي هي السنجل بارتكل انرجي بتاعتهم هي اي 1 اللي هي ان 1
صح؟ او ايه هو الان 1 يعني هاو ميني او نجيب مثلا التي بي تساوي صفر. انا عايز اعرف اللي هو ان 1 صح. طبعا لو انت بتتكلم على ديستنجويشبل بارتكلز يبقى انت عندك الثلاثه ليهم الاي 1 يعني صح. فانت ان 1 في الحاله ديت بيساوي 3 وكل الاذر انز بتساوي صفر لو الان لا تساوي ال 1 يعني. فانت اجابه السؤال في منتهى البساطه. لو انت بتتكلم على ايدنتيكال بوزونز برضو ان 1 بتساوي 3 والباقيين بتساوي صفر. انما لو انت بتتكلم على ايدنتيكال فيرميونز بقى ها هتلاقي انك انت الان 1 بتساوي كام؟ اه هنا هتلاقي في الحاله ديت بقى لان ان 1 بتساوي 2 وان 2 بتساوي 1 وكل الانات الثانيه بتساوي صفر يعني صح. فانت ايفن ات زيرو تمبريتشر الكويشن بتاع هاو ميني بارتكلز هاف ا ديفينيت سنجل بارتكل انرجي is non-trivial بسبب الباول اكسكلوجن برنسبل. هو طبعا non-trivial for fermions. لو انت بتتكلم على distinguishable particles و identical bosons السؤال trivial صح. at zero temperature the ground state is completely filled distinguishable or bosons. انما في حاله الفيرميونز بقى انت عندك distribution صح. هو طبعا مش distribution قوي انت بس بتبدا تفل الليفلز 1 by 1 لحد ما توصل للفيرمي انرجي مظبوط كده. انما احنا عايزين نجاوب على السؤال ده مش at zero temperature احنا عايزين نجاوب على السؤال ده بقى at finite temperature صح. لانك انت ديفينيتلي البارتكل هت ديستريبيوت اتسلف ان ا فيري انتريكيت واي ات فاينايت تمبريتشر وات سام فيكسد توتال انرجي. على فكره انا بتكلم على سيستم كيبت ات سام توتال فيكسد انرجي والسيستم ده از ايزوليتد فالتوتال انرجي از كونزرفد ثرو اوت صح كده. فانا بقى السؤال ات فاينايت تمبريتشر وانت دلوقتي يو ار فيكسنج الماكروسكوبيك فاليو اوف ذا انرجي ديت كام بارتكل بقى ليهم اي 1 وكام بارتكل ليهم اي 2 او السؤال بقى ايه هي الـ NNs ديت يعني؟ دول بكام يعني؟ صح؟ ده اللي احنا عايزين نجاوب عليه النهارده بالتفصيل يعني. فانا برضو انا هبدا الاناليسيس بسيمبل كيس وبعد كده هنتكلم على الجنرال كيس. فانا برضو ليتس كيب ستادينج اللي هو السيستم اوف 3 بارتكلز ان ا بوكس ده وليتس اسيوم ان انا قلت لك بص الماكروسكوبيك او التوتال انرجي بتاعت السيستم ليتس اسيوم انها اخذت الرقم ده يعني. طبعا الرقم ده انجينيرد ساش ذات ان الاناليسيس يبقى اسهل يعني. ليتس اسيوم ان الكميه دي بتساوي 2 4 3 تايمز سي صح. والسي ده على فكره اللي هو الرقم اللي هو الكميه ديت يعني السي اللي هي اللي هو الكونستنس اللي هي البرانت دي اللي هي باي سكوير اتش بار سكوير على 2 ام اي سكوير مظبوط. فليتس اسيوم بقى انا دلوقتي انا عارف الماكروسكوبيك انرجي انا عارف الكونسترين ده فانا بقى عايز اكاونت كل المايكرو ستيتس كل المايكرو ستيتس اللي هي كونسيستنت مع الكونسترين ده. طبعا عشان اكاونت المايكرو ستيتس ديت انا محتاج بس اساوي الليفت هاند سايد ده ب 243 سي صح. فانت عايز تخلي الكميه ديت بتساوي 2 4 3 سي صح. يبقى انت الافيلابل مايكرو ستيتس بتاعتك هي اللي بتساتسفاي الكونسترين ده لكن انت الان اي سكوير بلس ان بي سكوير بلس ان سي سكوير بتساوي 2 4 3. كل كولكشن اوف ان اي ان بي ان سي بي سم السم اوف سكويرز بتاعته تديك 243 اتس افيلابل مايكرو ستيت صح. فانت احنا بندور على الان اي والان بي والان سي ساتش ذات ان هم المربع بتاعهم بيساوي كده يعني صح. طبعا اتس كومباينتوريك بروبلم انك انت بتدور على 3 بوزيتيف انتجرز السكويرز بتاعتهم بتساوي سم نمبر يعني تمام. احنا بقى in this simple case actually we can list all these configurations يعني all these microstates. فطبعا بقى لو انت قعدت تحسب تلاقي ان مثلا اول حاجه انت ممكن يبقى في عندك الثلاثه ممكن يبقى ال ان اي بتساوي ال ان بي بتساوي ال ان سي بيساوي 9 صح. في 1 configuration بالمنظر ده صح. لو انت ربعت يعني 9 سكوير بلس 9 سكوير بلس 9 سكوير يديك 243 فذاتس ان افيلابل مايكرو ستيت. اتس ذا مايكرو ستيتس اللي فيها البارتكل الاولاني الان بتاعته 9 والبارتكل الثاني الان بتاعته 9 والبارتكل الثالث الان بتاعته 9 تمام. طيب في بقى اذر كونفيجريشنز زي ايه مثلا ممكن يحصل انك انت عندك ان اي بتساوي ان بي بتساوي 3 والان سي بتساوي 15 صح. ده برضو انذر كونفيجريشن بس على فكره بقى الكونفيجريشن ده ممكن يحصل بثلاث طرق تانيين او بطريقتين تانيين لانك انت ممكن يحصل عندك ايه ممكن مثلا انا محتاج بقى امسح الحاجات ديت عشان اكتب بالتفصيل. خلي بالك سو فار انا بتريت البارتكلز على ان هم ديستنجويشبل. لو البارتكلز ار فيرميونز
this configuration does not exist اصلا. That's very very important. هنا بقى طبعا انا هنا اجنور للسبين كومبليتلي. لو انت عندك سبين انت ممكن برضو, لو انت عندك سبين ده برضو اجنور, ده برضو مش موجود, لانك انت استحالة تحط التلاتة في نفس الليفل, لانك انت بس عندك سبين اب وسبين داون يعني, صح؟ فانت بس يعني لو هما بوزنز اللي الكونفيجريشن ده is okay, صح كده؟ فانت ده برضو, فانا بس انا for now انا هلست كل الافيلابل كونفيجريشنز, وبعد كده بقى نشوف لو هما distinguishable, لو هما بوزنز, لو هما فيرميز, ايه اللي هيسرفايف منهم يعني. اوكي فطبعا يبقى في هنا عندك 3 corresponding configuration بالمنظر ده يعني, انا هقولهم دلوقتي. وبعد كده الحاجه الاخيره ان انت ممكن يكون في عندك ان اي بتساوي 5, ان بي بتساوي 7, وان سي بتساوي 13. انت في عندك 6 configurations بالمنظر ده, اللي هي البيرميوتيشنز بتاعت الثلاثه دول يعني, انا هلستهم دلوقتي بالتفصيل يعني. فدلوقتي بقى انا عندي الconfiguration بتاعتي هي كده, ان اي ان بي ان سي, ده في 1 just 1 configuration اللي احنا هنسميه كده 9 9 9, ده كده خلاص, ده قلنا في just 1. الحاله الثانيه بقى يبقى في عندك actually 3, اللي هم ايه بقى, هيبقى في عندك حاجه زي كده, هيبقى في عندك 3 وبعد كده 3 وبعد كده 15, او بقى permutations ممكن تعمل حاجه زي كده, مثلا ممكن في عندك وليكن 3 وبعد كده 15 وبعد كده 3, وممكن يبقى في عندك كده 15 وبعد كده 3 وبعد كده 3. فانت عندك 3 مايكرو ستيتس بالشكل ده يعني, مظبوط كده. الحاجه الاخيره ديت اللي يبقى في عندك حاجه زي كده, يبقى في عندك مثلا يبقى في عندك 5 7 13 7 13 وبقى التريميوت, صح؟ طبعا انت عندك 3 اوبجكتس بالتريميوت ده, في عندك 6 يعني 6 اذر كونفيجريشنز بالشكل ده, في عندك بقى 5 13 7 وبعد كده في عندك 7 5 13 وبعد كده في 13 5 7 وبعد كده في 13 7 5 وبعد كده في 7 13 5. فانت عندك 6 من دول. اوكي طبعا بقى if I assume ان البارتكلز دول are distinguishable then كل ستيت من دول is an available good microstate. ليه؟ لانها بتساتسفاي الكونسترين ده. ادي اول حاجه, that's an assumption of conservation of energy basically, لانك انت you are keeping total energy at الفاليو ديت. فانت بتقول ايه هي المايكروستيتس اللي هي consistent مع النمبر ده. ولو هم distinguishable يبقى كوانتم ميكانكس تقول لك ان مفيش اي مشكله, ممكن الثلاثه يبقوا كده. ف this for distinguishable particles انت عندك كام ستيت بقى, كام مايكرو ستيت؟ 10, صح؟ يبقى انت 4 ديستنجويشبل بارتكلز انت عندك 10 مايكرو ستيتس, صح؟ طيب انا بقى دلوقتي من لو انت لاحظت على بالطريقه ديت اللي انا كتبت بيها الستيتس بتاعتي, انا استخدمت ايه؟ انا استخدمت عشان اليبل المايكرو ستيتس, استخدمت قلت لك انا قلت لك ايه هي الكوانتم نمبر بتاع الاولاني والكوانتم نمبر بتاع الثاني والكوانتم نمبر بتاع الثالث, صح؟ خلي بالك الاكزامبل ده برضو فيري مسليدنج. ليه؟ لانك انت عشان اقدر اشرح الاكزامبل ده على وايت بورد انا استخدمت 3 بارتكلز, انما انت ان رياليتي انت عندك لو انت عايز تستخدم statistical mechanics انت لازم النمبر اوف بارتكلز يبقى فيري فيري لارج يعني, صح؟ يبقى عندك افوجادروز نمبر اوف بارتكلز يعني, تمام؟ طيب لو انا بقى عندي فيري فيري لارج نمبر اوف بارتكلز اور ايفن ان ذيس كيس, انا دلوقتي السؤال اللي انا عايز اجاوب عليه هو هاو ميني بارتكلز ليهم انرجي اي ان, وليكن مثلا هاو ميني بارتكلز ليهم انرجي اي 9, صح؟ اللي هي الان 9 مثلا, ده بيساوي كام؟ كام بارتكل ليه انرجي اللي هي الاي 9؟ او الان 9 بتساوي كام؟ 3, بتساوي 3, صح؟ لو انا قلت لك مثلا كام بارتكل ليه انرجي وليكن اي 7, هيكون 1 في 6 يعني 6, هو 1 بس ليه 6 بالظبط كده, لانك انت عشان البارتكل يبقى ليه انرجي اي 7 لازم يبقى موجود في الكونفيجريشن ده, صح؟ وجوه الكونفيجريشن ده بقى لازم يبقى واحد من الثلاثه دول يعني,
مظبوط كده. طيب دلوقتي بقى لو انا عندي فيري فيري لارج نمبر اوف بارتكلز وانا بقول لك انا عايز اعرف كم بارتكل لهم انرجي اي ان، انا مش عايز، انا مش محتاج اعرف جوه بقى الاي ان جوه الان ان دول بقى البارتكلز دي قاعده ازاي، صح؟ يعني انا مثلا لو انت جيت على الكونفيجريشن ده، الكونفيجريشن ده بيقول لي مثلا البارتكل الاولاني ليه انرجي اي 3 والبارتكل الثاني ليه انرجي اي 3 والثالث ليه انرجي اي 15، صح؟ لو انت خدت الكونفيجريشن ده، صح؟ ده المعلومات اللي انت ممكن يعني بص بص انا اي كليم انك انت this way of labeling المايكرو ستيتس از اكشلي redundant. ليه؟ لانك انت هنا انا عايز اعرف كم بارتكل يوم انرجي اي 3، صح؟ دلوقتي عايز اعرف الاي 3 ديت. فهنا لو انت في الكونفيجريشن ده يقول لك انت عندك 2 بارتكل يوم اي 3، وانت مش بس كده انت عارف هما مين، انت عارف ان هما الاولاني والثاني، انا بعتبرهم distinguishable. لو انت هنا انت برضو عارف انك انت عندك 2 بارتكلز ليهم انرجي اي 3 اللي هما الاولاني والثالث، هنا برضو 2 بارتكلز ليهم انرجي اي 3 اللي هو الثاني والثالث. بس انا بقى كستاتستيكال اناليسيس، خصوصا لما يكون في عندي فيري لارج نمبر اوف بارتكل، انا كل اللي انا مهتم بيه هو كام بارتكل ليه الانرجي اي 3 ديت، صح كده؟ انا بقى مش فارق معايا هو البارتكلز هما الاولاني والثاني ولا الاولاني والثالث ولا الثاني والثالث، صح؟ انا كل اللي انا محتاجه هو الرقم ده N3 اللي هي في الحاله دي بيساوي كام؟ بيساوي 2، صح؟ انا مش فارق بقى معايا انهي 2، فانا دلوقتي بقى for the sake of knowing how many particles ليهم definite single particle energy انا هستخدم another method of encoding information ديت. الميثود دي هت kill off the redundancy ديت، ان انا مش فارق معايا انهي particle لي اي 3 يعني، تمام؟ ده يؤدي لانذر ريبريزنتيشن اوف ذا كوانتم ستيتس اسمه الاوكيبيشن نمبر ريبريزنتيشن. يبقى انا بقى انستيد اوف ليبلنج المايكرو ستيتس بالان اي والان بي والان سي، انا هستخدم ا ديفرنت واي اوف ليبلنج اسمها الكونفيجريشن. انا هكتب حاجه كده اسمها كونفيجريشن. الكونفيجريشن فيكتور ده هو عباره عن حاجه زي كده، ده فيكتور الانتريز بتاعته هي الان 1 والان 2 والان 3 دوت دوت دوت، والـ n n ده as we agreed يعني ده الـ number of particles with energy en، مظبوط كده؟ أو برضو equivalent طبعا لو أنت في quantum mechanics اللي هو الـ number of particles اللي الـ state بتاعتهم اللي هي الـ psi 1 يعني، تمام؟ psi n طبعا. فتعالى بقى نكتب الكونفيجريشن فيكتور ده لكل الكيسز دول. لو انت عملت كده مثلا هتلاقي انك انت اول كيس ديت، انا بقى محتاج انا هلست بقى اللي هو الكونفيجريشن فيكتور ده لكل الكيسز اللي فوق دي. فانت مثلا لو انت جيت على الكيس الاولانيه ديت يبقى ساعتها الكونفيجريشن بتاعك بيساوي كام بقى؟ ها لو انا بتكلم على 1 ديت 1 ده بيساوي كام بقى؟ اول حاجه انا محتاج اعرف كام بارتكل ليه انرجي اي 1 او الان اي بتاعته 1 يعني، سوري الانرجي بتاعته اي 1 كام واحد؟ اي 1 اللي هو ما دلوقتي خلي بالك السلوتس بتاعت الكونفيجريشن ده الان 1 ده هو النمبر اوف بارتكلز الانرجي بتاعتهم 1 اي 1 ده بيساوي كام هنا؟ 0 والاي 2 0 والاي 3 0 فصح. فانت يبقى في عندك كده 0 1 2 3 4 5 6 7 8 وهنا 3 وبعد كده الباقيين كلهم زيروز يعني، صح؟ طيب الكونفيجريشن ده بقى المالتيبلسيتي بتاعته كام؟ بيظهر كام مره؟ بيظهر مره واحده، صح؟ فكده بس ده كده دوت 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 وبعد كده المالتيبلسيتي بتاعته المالتيبلسيتي بتساوي 1، صح؟ طيب تعالى بقى نروح للكونفيجريشن التالي اللي هو 3 ده اللي احنا مسمينه 3. تعالى بقى نفيل ان الانتريز ديت، ده بيقول لك انك انت عندك 2 بارتكل انرجي بتاعتهم اي 3، طبعا عندك 0 بارتكل انرجي بتاعتهم اي 1 و0 بارتكل انرجي بتاعتهم اي 2، فانت هنا عندك 0 0 وبعد كده 2 وبعد كده بقى 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 وبعد كده 1 وبعد كده الباقيين زيروز، صح؟ المالتيبلسيتي بتاعته بتساوي كام بقى؟ ده المالتيبلسيتي بتاعته بتساوي 3. طيب الكونفيجريشن بقى الاخير ده هيساوي كام؟ ده طبعا انت عندك طبعا E1 مفيش اي بارتكل، E2 مفيش اي بارتكل، وE3 وE4
E5 بقى فيها 1 صح، وبعد كده E6 ما فيش اي حاجه، E7 فيها برضو 1، وبعد كده 8 9 10 11 12 وبعد كده E13 فيها بارتكل والباقيين زيروز. ده بقى بيجي بمالتيبليسيتي بتساوي 6 يعني صح. فدلوقتي بقى انا رحت من ديسكريبشن للسيستم اللي انا بسبلاي فيه ريدندنت انفورميشن فور، لو انا عندي فيري لارج نمبر اوف بارتكلز اللي انا اللي هو يقول لي اه انا عندي تو بارتكل اللي بتاعتهم اي 3 ومش بس كده، ده انا عارف ان هو ده الاولاني والثاني، انا ده مش فارق معايا. البارامترايزيشن ده اللي هو اسمه الاوكيبيشن نمبر ريبريزنتيشن بيوش اوت المعلومه ديت. الاوكيبيشن نمبر ريبريزنتيشن بيديك الاوكيبيشن نمبرز بتاعت كل الانرجي ليفلز مظبوط كده، والمالتيبلسيتي ساعتهم طبعا صح. طبعا المعلومات ديت هي انكودد في المالتيبلسيتيز تمام كده. ف this representation actually these are different bases يعني في الهيلبرت سبيس بيسموها الاوكيبيشن نمبر بيزز يعني تمام كده. بس احنا فور اور سمبل تريتمنت انا مجرد بس رحت من a method of parameterizing the microstates which includes redundant informations لا another method which is much more useful for my analysis يعني ان انا بس بقول لك ايه هي الاوكيبيشن نمبرز ديت. فانت ال n n ديت دي بيسموها الاوكيبيشن numbers. Okay. Very good. So far كل الكلام ده مفيش فيه اي اكسترا او مفيش فيه اي new assumptions بقى. دلوقتي بقى طبعا انت دلوقتي محتاج تينفوك a very important assumption في الـ statistical mechanics عشان بقدر تجاوب على السؤال ده. How many particles الـ energy بتاعتهم EN او ايه هي الـ NN ازاي بقى. دلوقتي بقى in this representation بقى اللي انا السؤال اللي بحاول اجاوب عليه ايه هي ال n n ديت at some temperature t. وطبعا ال n n دي قلت لنا ما تبقى function في temperature يعني انا بدور على distribution. وخلي بالك انا دلوقتي برضو بدور على الكلام ده at thermal equilibrium صح. it's very very difficult to study a system away from equilibrium يعني اي system لما يحصل له اي حاجه لما تهيته مثلا او تخبطه باي حاجه هيعدي بترانزيت او ترانزنت بيريود. خلال البيريود ده تبقى سيستم مش في اكليبريم اوت اوف ذا اكليبريم، بس انا بفترض بقى ان السيستم ده سيتل داون وايزوليتد وات فاينايت تمبريتشر وان ثيرمال اكليبريم. فانا بجاوب على السؤال ده ات ثيرمال اكليبريم. يعني السؤال هو ايه هو الديستريبيوشن بتاع البارتكلز اوفر ذا انرجي ليفلز، او بمعنى اخر ايه هي الاوكيبيشن نمبرز ات فاينايت تمبريتشر تي. ذيس كويستشن ذا انسر تو ذيس كويستشن ويل كريتيكالي ديبند اون ذا نيتشر اوف بارتكلز اكيد. وده باين جدا من هنا لانك انت this is true for distinguishable particles بس for identical fermions this configuration is ruled out actually it does not exist مثلا صح كده. and actually for identical fermions المالتيبلسيتي مش 6 صح ولا ديت بتساوي 3 ده انت لازم actually تانتيسيمترايز يعني مظبوط كده. وكذلك for bosons يعني فانت ال question of statistics or the nature of the particles هل هم bosons or fermions will actually modify these multiplicities. اوكي دلوقتي بقى يعني السؤال بقى اللي احنا كنا عايزين نجاوب عليه برضه في الاول اللي هو suppose we pick a particle at random من الثلاثه ايه احتمال ان ده يبقى الانرجي بتاعته اللي هي الاي 9 صح. طبعا احتمال ان الانرجي بتاعته تبقى اي 9 هي بتساوي كام بقى ها؟ بتساوي 1 على 10 صح لانك انت يعني علشان الانرجي بتاعتك تبقى اي 9 لازم تختار ده صح؟ او بيزيكلي لازم تختار الكونفجريشن ده يعني بس الكونفجريشن ده بيظهر مره واحده بس من 10 مرات يعني صح؟ فانت ال بي اي 9 دي بتساوي 1 اوفر 10. طيب طب تعالى ناخد حاجه مثلا اعقد من كده شويه. تعالى نجيب البي بتاعت الاي 3 دي بتساوي كام؟ طبعا عشان احصل على الاي 3 لازم ابيك وان اوف ذيس كونفجريشنز صح؟ وفي نفس الوقت جوه الكونفجريشن ده لازم ابيك اثنين من الثلاثه يعني صح؟ فدي اول حاجه. فانت لازم تختار ده واحد من الثلاثه دول، طبعا دول 3 على 10 فاول حاجه ده بيساوي انت في اول اختيار بتسال ايه هو احتمال ان انا اختار ثلاثة واحد من الثلاثة دول من العشرة صح؟ فده بيساوي 3 على 10 تمام. ده أول حاجة
بعد كده بقى وانس انك انت اخترت واحد من دول او اخترت ثلاثة دول يعني بالاحتمال ده احتمال انك تحصل على ثلاثة هو بكام بقى؟ باثنين على ثلاثة صح كده؟ يبقى انت بقى جوه اي واحد من دول احتمال انك تحصل على ثلاثة هو اثنين على ثلاثة صح؟ فده اكيد بيساوي اثنين على ثلاثة فده بيساوي كام؟ ستة على عشرة اللي هي المالتيبلستي بتاعت الكونفيجريشن ايه؟ سوري اثنين على عشرة اثنين على عشرة اوكي؟ طيب لو انا مثلا قلت عايز احتمال ان انا احصل على اللي هو البي طبعا ده بيساوي واحد على خمسة يعني او اثنين على عشرة يعني. لو انا قلت مثلا احتمال ان احصل على بي 15 ده بيساوي كام؟ طبعا عشان احصل على البي 15 انا لازم احصل على الكونفيجريشن ده صح كده؟ فده بيساوي كام؟ لا انا اسف بتكلم على كيس ديت ده برضو بيساوي 3 على 10 صح؟ بس جوه الكونفيجريشنز ديت انا احتمال نحصل على 15 هو 1 على 3 صح؟ فده تايمز 1 على 3 فده برضو بيساوي 1 على 10 مظبوط كده؟ لو انت مثلا جيت على البي اي 5 ايه احتمال نحصل على الاي 5؟ احتمال نحصل على الاي 5 هو احتمال ان انا احصل على دول صح كده؟ ده بيظهر لك ب 6 على 10 وبعد كده جوه واحد كل واحد من دول بقى واحد على ثلاثة فده سوري فده بيساوي اثنين على عشرة صح وكذلك طبعا ده برضو بيساوي بي اي 7 برضو بيساوي اثنين على عشرة وبرضو بيساوي بي اي 13 صح ده برضو بيساوي اثنين على عشرة يعني طبعا بقى يمكن تشيك انك انت كل الاحتمالات دي الصم بتاعها بيساوي 1 يعني لو انت جبت 1 على 10 بلس 2 على 10 ده 3 على 10 4 على 10 6 على 10 وبعد كده 4 على 10 يعني اوكي دكتور احنا مش هنحسب ثاني رقم لما تلبس انهي واحده معلش ثاني رقم اللي هو يعني 6 على 10 ده من عدد الكونفيجريشنز والثاني من المالتيبلستي المالتيبلستي اللي هو الرقم ده صح بس انت جوه الكونفيجريشن بقى انت ممكن يبقى فيه يعني انت مثلا سبوز انك انت يبيك الكونفيجريشن ده ب 6 على 10 بس احتمال ان تحصل على 13 ده 1 على 3 مش 13 موجود لا 1 على 3 1 لانك انت ال13 لازم تحصل على ده صح كده عكس هنا انت عشان تحصل على 3 2 على 3 لانك انت عندك 2 سلوتس فيهم 30 مظبوط كده وخلي بالك ان هو مش اكسكلوسيف يعني انك انت تختار ده وتختار ديت ما لهمش اي علاقه ببعض يعني مظبوط كده فطبعا ان جنرال بقى البي بتاعت الاي ان هيبقى هنا عندك النمبر اوف ستيتس صح النمبر اوف ستيتس هنا اللي هو 10 يعني اللي هو النمبر اوف مايكرو ستيتس كونسيستنت مع الماكروسكوبيك فاليو اوف ذا انرجي اللي هي بتساوي 10 صح وبعد كده هنا عندك المالتيبلسيتي بتاعت الكونفيجريشن صح كده وبعد كده بقى في هنا سام نمبر اللي هو ده يعني او ده صح كده لانك انت اول اختيار انت بتبيك الكونفيجريشن ده لازم تختار الكونفيجريشن ده صح هنا مثلا انت عندك 1 كونفيجريشن انت المالتيبلستي 1 صح انما هنا المالتيبلستي بتاعتك 3 انما هنا المالتيبلستي بتاعتك 6 صح بس انت بقى جوه الكونفيجريشن ده انت ايه احتمال تحصل على الفاليو ديت او ديت مثلا او هنا 5 7 13 يعني فانت اول تشويس هو المالتيبلستي على توتال نمبر اوف ستيتس وبعد كده الثاني تشويس هو النمبر اوف تايمز الفاليو دي بتظهر جوه الكونفيجريشن يعني على الكونفيجريشن سايز مظبوط كده ده كل الاناليسيس ده كان بيحصل لو احنا كنا بنتكلم على distinguishable particles لان انت كان كروشال في الاناليسيس ده اللي هو النمبر اوف مايكرو ستيتس اللي هي ديت النمبر اوف مايكرو ستيتس هنا ده بيساوي 10 ده اللي هو النمبر اوف ستيتس مايكرو ستيتس كونسيستنت with the constraints ايه هي الكونسترينز بتاعتي ان التوتال انرجي بتاعتي بتساوي 243 سي صح وطبعا في اذر كونسترينز على فكره انك انت التوتال نمبر اوف بارتكلز از فيكسد يعني
صح؟ انك انت دايما النات ديت، لو انا بفترض بان انا مفيش عندي creation و annihilation of particles، التوتال نمبر للبارتكلز اللي جوه البوكس ده is constant in time برضو، صح؟ فانا دلوقتي عندي بوكس والان ديت بتساوي 3، صح؟ فانت اكيد الصم على الان انز ده بيساوي 3 لو انت ما عندكش اي creation or destruction of particles يعني، صح؟ ما انت الان ان ديت هي النمبر اوف بارتكلز في انرجي اي ان، فانت اكيد الصم بتاعهم لازم يكون بيساوي توتال نمبر اوف بارتكلز يعني، فانت ذاتس انذر كونسترين. فانت ان جنرال بقى النمبر اوف الصم ده بيساوي النمبر اوف بارتكلز، صح؟ وكذلك بقى لو انت خدت الان ان ديت وضربتها في الاي ان ده المفروض يديك كام؟ يديك التوتال انرجي يعني، صح؟ فديس ار ذا تو كونسترينز بتوعي اللي انا مسميهم اللي انا كاتبهم هنا يعني، اللي هي لو احنا ممكن نقول بطريقه ثانيه انك انت التوتال نمبر اوف سي سي ده هو النمبر اوف مايكرو ستيتس كونسيستنت مع الماكروسكوبيك بارامترز بتاعتي اللي انا مثبتها يعني. اوكي فيري جود. تعال بقى نعيد نفس الكلام لو انا كنت بتكلم على ايدنتيكال فيرمي سوري ايدنتيكال فيرميونز ايدنتيكال فيرميونز. فانا عايز اعيد نفس الاكسرسايز اللي هو احسب البروبابيلتي بتاع كل نهايه، بس دلوقتي بقى انا بتكلم على ايدنتيكال فيرميونز. طبعا لو انا اول حاجه انا عايز اعملها لازم اكاونت النمبر اوف مايكرو ستيتس كونسيستنت مع المايكروسكوبيك بارامترز اور كونسيستنت مع كونسترينز، بس في نفس الوقت طبعا لازم تبقى سبجكت للباولي اكسكلوجن او السيمترايزيشن برينسيبل يعني. فانت لو بتتكلم على ايدنتيكال فيرميونز ذس كونفيجريشن از رولد اوت، مش موجود اصلا، صح؟ ومن الثلاثه كونفيجريشنز دول انت هيبقى عندك كام واحد بقى؟ واحد بس، لانك انت يو ويل هاف تو كونستراكت وان انتي سيمتريك ويف فانكشن يعني. طبعا انت عندك 3 بارتكلز فانت لازم تعمل له سلاتر ديترمينانت يعني، صح؟ خلي بالك ال 3 بارتكلز دول دي تقول لك ان الاولاني اللي هو اكس 1 3 واكس 2 3 واكس 3 15، صح؟ بس ده ما ينفعش يبقى البرودكت ده ديت الستيت ديت، لان ده لو انت خدت البرودكت ده يقول لك ان الاولاني 3 والثاني 3 والثالث 15، بس this doesn't make sense لانك انت ده يقول لك انت عرفت انهي بارتكل في انهي ستيت. فانت لازم لانك انت عندك 3 بارتكلز بقى لازم تكونستراكت كومبليتلي انتي سيمتريك فانكشن. فانت احسن طريقه تعمل كده اللي هي السلاتر ديترمينانت يعني، صح؟ فانت هتعمل اللي هو الديترمينانت ده 1، ريمبر ان السلاتر ديترمينانت تبقى كده 1 اوفر سكوير روت. لو انت عندك n بارتكل بقى n فاكتوريال، وبعد كده بتعمل ديترمينانت. الرول الاولاني هو عباره عن كده الار 1، وطبعا الستيتس بتاعتك هليبوا الستيتس بكوانتم نمبرز مثلا ايه، وهنا ابساي بي ار 2 او خليها مثلا اي 1 وديت مثلا ديت ار 1 برضو يعني وديت اي 2 لحد ابساي اي ان وبعد كده ار 1 وبعد كده الكولوم الثاني هو نفس ده الليبلز اللي تحت ديت زاسين، بس ده ار 2 وده اي 2 ار 2 لحد ابساي اي ان ار ان لحد كده هنا ابساي اي 1 ار ان وبعد كده ابساي اي ان ار ان يعني، صح؟ فانت السلاتر ديترمينانت بيبقى الـ 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 الروز بتاعتك هي البارتكلز 1 2 ان، والكولونز بتاعتك ليبل باي ذا افيلابل كوانتم ستيتس اللي انا مسميها اي 1 اي 2 لحد اي ان يعني. فانت اف يو ابلاي ذس تكنيك للكيس ديت انت عندك 3 بارتكلز، فانت الكوانتم ميكانيكال ويف فانكشن هتبقى كده 1 اوفر سكوير روت، طبعا 3 بارتكل يبقى 3 فاكتوريال ب 6 يبقى عندك سكوير روت في 6، وبعد كده ادي الديترمينانت اهو. طبعا انت في 1 دايمنشن فانت عندك هنا ابساي اكس 1 وطبعا الاولانيه بكام بقى؟ 3، وهنا ابساي اكس 1 برضو وبكام؟ 3، وبعد كده ابساي اكس 1 15. ده الاول رو. الرو الثاني كده ابساي اكس 2 3 ابساي اكس 2 3 وبعد كده ابساي اكس 2 15. الرو الثالث كده ابساي 3 وبعد كده اكس 3
إبساي 3 X 3 وبعد كده إبساي 15 X 3. تإكسباند الديترمن ده هيديك ويف فونكشن كبيرة فيها هتطلع بزيرو. ايه؟ هتطلع بزيرو. ليه؟ علشان المفروض 1 و 2 هيبقوا سيمتريك وهيبقى مشكله في النسبين هو اللي انت سيمتريك. الايه؟ يعني الرول الاول الكروم الاول كروم الثاني شبه بعض. لازم نفرقهم عن بعض ان واحد سبين اب وواحد سبين داون. تمام صح. لو انت بقى هيبقى في هنا صح لو انت if you stay up to this point هيطلع زيرو. بس انا بفترض ان في هنا نظر سبين كوانتم نمبر يعني. مظبوط كده؟ yeah. هو يا لا انكلود في الـ في الـ في الـ في الليبلز دي كلها صح كده. انت خلي بالك الليبل ده الليبل ده اللي بيليبل كل الكوانتم نمبرز بتاعتك يعني ان ال ام اس ام اس وكده يعني صح. ان ذس سمبل كيس ذس ويل ايدنتيكلي فانيش يعني. بس انت ام اسيومينج انك انت هنا في انذر كوانتم نمبر هيخلي الكلام ده نون زيرو يعني. اوكي فذاتس ا سنجل ستيت صح كده. فانت اوت اوف ذيس 3 admissible configuration لو انت بتتكلم على distinguishable particles you are only left with one configuration صح. فانت المالتيبليسيتي هنا actually بتساوي طبعا ده المالتيبليسيتي بتساوي 0 خلاص ده مش موجود. وهنا المالتيبليسيتي بتساوي كام؟ بتساوي 1. ده بس في عندك 1 configuration. وكذلك هنا برضو هتعيد نفس القصه بس بقى هتسبرينكل 5 و13 و7 along الكلام ده صح. فده يبقى برضو مالتيبليسيتي بتساوي 1 يعني. مظبوط كده. For identical bosons this configuration is okay صح. That's actually perfect. انت مش محتاج تعمل اي حاجه لانك انت 3 quantum mechanical wave functions هما كده ابساي 9 x1 ابساي 9 x2 ابساي 9 x3. That's a completely symmetric wave function. That's a good bosonic wave function يعني صح. فانت ده برضو for identical bosons the multiplicity 1. for identical bosons من الconfiguration ده برضو هتكون struct 1 completely symmetric state هيبقى برضو 1. ومن هنا برضو 1 completely symmetric state 1. فانت عندك multiplicity يبقى عندك 3 configurations صح. فانت for distinguishable particles the number of microstates consistent مع constraints 10. for identical fermions the number of microstates consistent مع constraints ومع الباولي exclusion 2. for identical bosons 3 صح. ف that's one modification هتعمله كوانتم ميكانكس على الكلاسيكال ستاتستكس انها هتغير المالتيبليسيتيز صح كده. وطبعا هتغير النيتشر بتاعه الانرجي ليفلز انك انت ان كوانتم ميكانكس مثلا لو انت عندك كلاسيكال هارمونيك اوسيليتور الانرجي بتاعته كونتينوس هي فانكشن في الامبليتيود. انما في كوانتم ميكانكس الانرجي بتاعتك از ديسكريتايزد. مش بس كده ده انت عندك مينيمم او جراوند ستيت انرجي. that's actually very very important انك انت كوانتم ميكانيكال اوسيليتور از فروزن لو التمبريتشر اقل من الجراوند ستيت انرجي صح. لو انت حطيت لو الكي تي بتاعتك اقل من اتش بار اوميجا على 2 ذن انت مش هتشوف اصلا الكوانتم ميكانيكال هارمونيك اوسيليتور يعني صح. بالنسبه لك الديس ديجري اوف فريدم از فروزن يعني. انما كلاسيكالي لو انت هتدي هارمونيك اوسيليتور اي سمول اماونت اوف انرجي هيوسيليت لان الانرجي بتاعته فانكشن في الامبليتيود هيوسيليت بسمول امبليتيود. الامبليتيود بتبدا من الصفر. انما كوانتم ميكانيكال هارمونيك اوسيليتور يو نيد تو سبلاي ات وذ مينيمم اماونت اوف انرجي عشان يبدا يتكلم معاك صح. بلو ذس انرجي الديجري اوف فريدم ديت مش باينه اصلا مش هتابزورب منك انرجي اصلا. عشان كده على فكره ده بيغير في السبيسيفيك هيت بيغير ما بين الكوانتم بريدكشن والكلاسيكال بريدكشن يعني. ودي قصه مشهوره جدا يعني اللي هي السبيسيفيك هيت بتاعت السوليدز يعني. اوكي very good. طيب احنا دلوقتي بقى محتاجين طبعا انا من شويه لما كنت بحسب البروبابيليتي ان انا احصل على a specific value of ENs دول انا implicitly I assumed ان كل الconfigurations ديت ليها نفس الويت. وبالتالي مثلا قلت لك هنا احتمال ان احصل على ال PE9 ديت لما كانوا distinguishable مثلا اللي هي الكيس ديت احنا قلنا من شويه ان ال PE9 دي كانت بتساوي 1 على 10 صح؟ اللي هي طبعا لو انت قلت كده يبقى انت بتاسيوم ان كل كونفيجريشن من دول ايكوالي لايكلي صح؟ That's an implicit assumption which is actually very very deep يعني صح؟ لانك انت it looks very very awkward ان الثلاثه ليهم ان A equal 9 ان B equal 9 ان C equal 9
صح. طبعا لو انت تتكلم بقى على افوجادروز نمبر اوف بارتكلز، احتمال ان هم كلهم يبقى لهم نفس الرقم نفس الكوانتم نمبر دول، اتس فيري فيري زيرو يعني اتس اولموست زيرو. هاويفر في بقى فيري امبورتنت اسامبشن في الاستاتستيكال ميكانكس سواء كلاسيكال اور كوانتم، انك انت اللي هو بيسموه الاسامبشن او برينسيبل اوف ايكوال ايبريوري بروبابيليتي، يعني انك انت ات ثيرمال اكليبريم كل المايكرو ستيتس اللي هي كونسيستنت مع الماكروسكوبيك بارامترز او كونسيستنت مع مع الكوليسترينز ار ايكوالي لايكلي. ده بقى اللي هو الفاندامنتال اسامبشن اللي احنا هنستخدمه النهارده عشان نفيجر اوت المالتيبليسيتي سوري اللي هي الان ان زيت يعني. فده بيسموه ده برينسيبل اوف ايكوال ايبريوري بروبابيليتيز. هي probability كده وبعد كده ده بيقول لك يبقى انك انت at thermal equilibrium all microstates طبعا هي consistent consistent with the constraints. طبعا انا بتمنى الناس تسمع صوتي ما تقراش الكتاب ده يعني the constraints are equally likely okay. وكل واحده منهم احتمال بتاعها بيساوي 1 over the number of microstates يعني. هذا بيسموه the principle of equal a priori probabilities. طبعا this assumption is very very deep و so far ملوش اي proof يعني مفيش اي attempt انك انت to prove the assumption ده it actually اي attempt to prove this assumption failed. It's an axiom of nature يعني انك انت at thermal equilibrium كل الميكروستيتس are equal likely يعني حتى الميكروستيتس اللي هي الاوكورد جدا زي كده مظبوط كده even for very very large number of particles يعني صح. طبعا this assumption بقى يعني طبعا انت عارف بقى القصه بتاعت ان بولتزمان حاول كتير جدا يقنع الناس بالفاليديتي اوف this assumption يعني ولحد ما انتحر اساسا ما يعني he was fed up بجد ان هو يحاول يقنع الناس في الوقت بتاعه انك انت statistical mechanics بت make sense يعني based on this assumption يعني. بس over the years the best justification of this assumption هو ان هو فعلا دي correct predictions يعني okay. هي ممكن في نظرية اسمها الاتش ثيوريم يعني ممكن تخلي الاسامبشن ده much more plausible يعني بس still مش proof يعني okay. فاحنا هنستخدم الاسامبشن ده ان ده يبقى one of our assumptions عشان construct اللي هي ال NNs اللي هي occupation numbers ديت يعني okay. Very good. طيب احنا برضو هنعمل حاجه ثانيه انك انت انا انت in this simple example اللي هو مثلا لو كنت بتكلم على distinguishable particles المالتيبلس بتاعتي كانت كده 1 و3 وبعد كده 6 صح. طبعا الاكزامبل ده misleading in the sense انك انت مش شايف فعلا difference كبير جدا في المالتيبلسيتيز ما بين الكونفيجريشنز والثانيه. طبعا اكتر configuration ممكن تحصل عليه هو اللي ليه largest multiplicity it makes sense مظبوط كده. بس in this example لانك انت تتكلم على small number of particles انت مش شايف فروق كبيرة جدا في المultiplicities. طبعا لو انت تتكلم على small number of particles you have to take all of them into account بس be sure انك انت once you send the n اللي هي number of particles لinfinity طبعا by infinity I mean انك تاخد ان انت تبقى very very large عشان تبقى انت تقدر تعمل statistical analysis يعني او يبقى تستخدم statistical mechanics then in this limit there will be one dominant configuration اللي هو اللي ليه largest multiplicity and this configuration المالتيبلسيتي هتبقى اكبر بكتير جدا 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 من كل المالتيبلسيتيز الثانيه يعني اوكي. فاحنا بقى هنفيجر اوت ال n n's دول بان احنا نلوك فور ذا configuration with largest multiplicity. يعني ايه largest multiplicity؟ اللي هو بيظهر باكتر عدد من المرات زي الكيس ديت هنا يعني اوكي. طيب عشان بقى نجستيفاي
الكلام ده. تعال ناخد كده نعمل order of magnitude estimation of magnitude estimation. بص تعال نconsider بدل يعني instead of particle one. طبعا الكلام ده الاناليز احنا عملناه هنا كان 1 dimensional box. لو انت عندك 3 dimensional box هيبقى نفس القصة، الفكرة بس انك انت بقى في عندك degeneracies وكده يعني. تعال مثلا نتكلم بقى على لو انت عندك particle، let's assume انك انت عندك particle in a box والبوكس ده at some finite temperature at some temperature T. انا عايز استيميت طبعا لو انت عندك particle in a box في quantum mechanics يبقى الانرجي بتاعته بتساوي كده E بتساوي باي سكوير H بار سكوير على 2 M A سكوير. او انا بفترض طبعا ان البوكس ده كل السايدز ار ذا سيم يعني فور سمبلستي يعني، فانت في عندك هنا A كيوب او A سكوير سوري، وبعد كده عندك بقى اللي هو particle in 3 dimensional box في عندك كده N X سكوير بلس N Y سكوير بلس N Z سكوير. لو هو 1 دايمنشن على فكره انت ممكن فور سمبلستي ممكن تخليها 1 دايمنشنال بوكس يعني هي نفس الارجيومنت يعني مش تفرق في اي حاجه. دلوقتي بقى ليتس اسيوم فور برضه فور ديفينتنس، ليتس اسيوم انك انت عندك هيليوم اتومز اللي هي الهيليوم اتومز جوه البوكس ده. فانا اول حاجه عايز استيميت اللي هي الافريج او عايز اجيب عايز استيميت اللي هي الكوانتم نمبرز بتاعت الهيليوم اتومز جوه البوكس such that انك انت الافريج انرجي بتاعت الاتومز ديت بتساوي كام بقى؟ لو انا عندي اتومز في بوكس هو ايديال جاز يعني ات فاينايت تمبريتشر تي يبقى الافريج انرجي بتاعت اي اتوم منهم بتساوي كام؟ هي؟ تمام لو مونو اتوميك يعني فليتس اسيوم ان هي الكيس ديت يعني فانا الافريج انرجي بتاعتي بتساوي كده 3 على 2 كي تي. فور ذا سيك اوف اور ارجيومنت لو انت عندك بقى الاتوم ديت عباره عن داي اتوميك مولكيول هيديك اكسترا فاكتور هنا يعني اوف اوردر 1 مش هيفرق معانا في اي حاجه لانك انت هتشوف دلوقتي ان في جايجانتك نمبرز يعني صح. فبرضه ليتس كومبيوت ذيس فاليو ات مثلا زيرو تمبريتشر يعني ليتس اسيوم انك انت مثلا ات تي بتساوي صفر تقريبا صفر يعني برضه فور سمبلسيتي يعني طبعا لو انت طبعا التي مش بتساوي صفر يعني التي بتساوي زيرو سي اللي هي بالكلفن بتساوي 273 صح؟ لانك انت المعادله ديت لازم تبقى بالكلفن يعني فساعتها if you plug the numbers هتلاقي انك انت الكميه ديت بتساوي 5 6 5 10 to the power minus 21 جولز. ديت الافريج انرجي بتاعت الاتوم بتاعت 1 هيليوم اتوم جوه البوكس ده صح؟ تعال بقى نشوف تعال بقى نحاول نشوف ايه هي ال possible values بتاعت ال n x وال n y وال n z اللي تديك الرقم ده صح. فدلوقتي بقى انا عايز اجيب الاي ده مثلا طبعا عارف الماس بتاعت الهيليوم اتوم وعارف الاتش بار وعارف الباي الحاجه الوحيده اللي ناقصه انا عايز اللي هي الاي ده. فانا دلوقتي بقى انا هفترض ان انا عندي 1 مول اوف اتش اي ات اللي هي اتموسفيريك بريشر يعني وات زيرو تمبريتشر. يو كان كومبيوت الفوليوم اوكيبايد باي ذس مول ات اتموسفيريك تمبريتشر at atmospheric pressure with zero temperature من القانون ده PV بيساوي 1 مول يبقى انت عندك RT. الT انا عارفها بكام بالرقم ده والP انا عارفه بكام والR انا عارفه بكام ممكن اجيب الفوليوم needed to contain 1 مول of helium at temperature 273 كلفن يعني هتلاقي انك انت الفوليوم ده بيساوي كده الV بيساوي 0.282 كيوب يعني الايه بيساوي الرقم ده يعني. اوكي؟ الايه اللي هو هنا ده يعني. صح؟ او ممكن اكتب الكميه دي كده يعني الايه ده بيساوي ممكن اكتب الرقم ده كده يعني في 2/3 يعني. صح؟ سوري؟ فدلوقتي بقى فانت محتاج تعمل ايه؟ انت اول حاجه محتاج تحسب اللي هو الفاكتور ده. اللي احنا مسمينه كنا مسمينه من شويه اللي هو السي. فانت لو جيت حسبت السي ده اللي هو بيساوي باي سكوير اتش بار سكوير على 2 ام في 2 تو ذا باور 3 4 هيليوم يوزنج الداتا ديت بقى طبعا انت عارف الماس بتاع الهيليوم وعرفت الفوليوم خلاص وعارف الحاجات دي كلها يطلع لك السي ده ديس سي بيساوي تقريبا يعني 1 تايمز 10 تو ذا باور ماينس 40 جولز.
اوكي 10 to the power minus 40 جولز. فانت بقى دلوقتي انت عايز ان اكس عايز 10 to the power minus 40 في ان اكس سكوير بلس ان واي سكوير بلس ان زي سكوير، عايز ده كله يساوي كام؟ يساوي الرقم ده صح؟ ده ما انت دلوقتي انت يو ار كيبنج ذس سيستم ات سم فاينايت تمبريتشر تي، فانت عارف الافرج انرجي بتاعت كل اتوم جوه السيستم ده يعني صح؟ فانا عايز افجر اوت ايه هي الكوانتم نمبر اللي بتبريديوس ذس فاليو يعني. فده هتساويه بكام؟ هتساويه باللي هي 5.65 في 10 تو ذا باور ماينس 21. طبعا كل حاجه بالجولز يعني، فانا نفس اليونتس في الطرفين. فده يقول لك على طول ان الان اكس ان اكس سكوير بلس ان واي سكوير بلس ان زي سكوير ده بيساوي كام؟ بيساوي تقريبا 10 تو ذا باور 19. فانت يعني وانت ايه انت at very very small temperature at zero temperature يعني صح. فانت you expect انك انت when you have a macroscopic value of the energy زي ديت يعني صح وmacroscopic volume اللي هو ده then you expect ان the quantum numbers involved عندك في المسألة they are very 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 large يعني صح. فانت ده هيسمبليفاي كل حاجة ان احنا من البداية خلاص you really need to invoke very 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 large quantum numbers to produce this macroscopic values of the energy يعني. طبعا بقى انا ممكن اقول لك طيب التوتال انرجي بتاعت الجاز ده بيساوي كام؟ لو انت عندك كونتينر فيه هيليوم اتوم ممكن تحسب التوتال انرجي بقى. التوتال انرجي بتساوي كام؟ بتساوي 3 على 2 كي تي تايمز النمبر اوف اتومز جوه 1 مول يعني اللي هو افوجادروز نمبر يعني. انا حسبت كل الكلام ده فور افوجادروز نمبر. فده يطلع لك اللي هو 10 to the power تقريبا 24 اللي هو هتضرب الرقم ده في 10 to the power 24 صح. فانت introducing extra 10 to the power 24 يعني صح. فانت لو انت عندك الجاز ده بقى kept at at zero temperature ده total number ده total energy بتاعت السيستم صح. خلي بالك التوتال انرجي بتاعت السيستم بقى كوانتم ميكانيكالي ديت التوتال نمبر بتاعت السيستم اللي هي اللي انا عارفها يعني اللي هي اللي انا اسميها بقى ايه اللي هي الثيرمودينامكس مثلا اسميها الثيرمودينامكس. انما كوانتم ميكانيكالي انا عارف التوتال انرجي بتاعت السيستم بتساوي كام؟ بتساوي ذس نمبر سي لو انا بتكلم بقى على 1 دايمنشنال بوكس صح. وبعد كده انت بقى بتصم لو انت عندك افوجادروز نمبر اوف بارتكلز انت بتصم كده من ان وليكن مثلا من اي بتساوي 1 لحد اللي هو الافوجادروز نمبر وبعد كده ان اي سكوير صح. انا بتكلم على 1 دايمنشنال بوكس فور سمبلستي يعني لو انت عندك 3 دايمنشنال بوكس يبقى في عندك فاكتور اوف 3 يعني مظبوط كده. انا بقى عايز الرقم ده يساوي الكميه ديت. ما انا بقى اي ام فيكسينج ذس توتال انرجي فانا عايز بقى المايكروسكوبيك انرجيز تصام انتو ذس توتال انرجي يعني صح. فانت عايز الكميه ديت تساوي 10 تو ذا باور 24 تايمز 10 تو ذا باور ماينس 21. فانت بتتكلم على 10 تو ذا باور 19 كام؟ اه 10 to the power كام بقى؟ 10 to the power 3 صح؟ اتسترا. فانت لو انت بصيت على الاكزامبل ده اللي هو انك انت لو انت عندك سنجل بارتكل جوه بوكس and then you are keeping this box at some finite temperature even if it's very very small temperature for some macroscopic volume then be sure ان quantum numbers involved in your problem will be gigantic. صح كده؟ وبي فيري فيري لارج يعني صح؟ فده بقى هيمكننا طبعا لو انت عندك فيري فيري لارج كوانتم نمبرز بالمنظر ده يعني then it's very 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 unlikely ان هم كلهم مثلا ياخدوا نفس الفاليو يعني زي الكيس اللي هي كانت 9 9 9 اللي احنا قلناها من شويه صح كده؟ فانت بسبب انك انت عندك فيري فيري لارج نمبر اوف بارتكلز وعندك هيوج كوانتم نمبرز then لو انت حسبت المالتيبلسيتيز بقى هتلاقي انك انت في عندك 1 كونفيجريشن اللي هو غالبا الكونفيجريشن اللي الانرجي فيه ديستريبيوتد بطريقه فير هتلاقي ده اللي بيدومينيت كل الاذر كونفيجريشنز يعني صح. فاحنا بقى عايزين ندور على دي موست دومينانت كونفيجريشن اللي هو كونفيجريشن ويز ذا هايست مالتيبلسيتي. وخلي بالك اني اذر كونفيجريشن از ممكن يحصل بس دي بقى فلكتويشنز البروبابيلتي بتاعتها صغيره جدا 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 يعني اوكي. ده بالظبط زي ايه بقى؟ زي لو انا قلت لك مثلا ليتس اسيوم انك انت عندك كونتينر كده صح؟ وانا اللي انا اي ام فيكسنج وليتس اسيوم انك انت عندك مثلا تو
particles جوه الكونتينر ده. فانا I am fixing the number of particles and I am fixing the volume بتاع الكونتينر صح، وليكن مثلا الساي بتاعه L يعني L كيو. دلوقتي بقى لو انا قلت لك مثلا let's partition الكونتينر ده into two sides يعني اللي هو left و right، ده هنسميه right وده هنسميه left يعني okay. two partitions دول. فدلوقتي بقى طبعا احتمال ان يكون التو بارتكلز في الليفت بيساوي كام؟ طبعا احتمال ان كل بارتكل يبقى في الليفت والرايت بيساوي كام؟ يعني البي ليفت لافري بارتكل يعني بتساوي البي رايت بتساوي كام بقى؟ بتساوي نص صح؟ احتمال الاولاني يبقى ليفت والرايت، انت عندك تو بوسيبيليتيز يعني ليفت والرايت، فانت احتمال اي واحده فيهم بتساوي واحد على التوتال نمبر اوف اوت كامز يعني اللي هي واحد على اثنين صح؟ فانت احتمال ان الاثنين يبقوا ليفت بيساوي كام؟ بيساوي ربع. يعني احتمال probability ان الاثنين بيساوي left ده بيساوي half times half ده بيساوي ربع. احتمال ان الاثنين يبقوا right بيساوي ربع. احتمال ان واحد left وواحد right بيساوي كام؟ بيساوي نص صح كده؟ فانت طبعا بقى in this simple example ممكن جدا جدا الاثنين يبقوا left او الاثنين يبقوا right لانك انت ربع ده رقم مش صغير يعني صح. انما ليتس اسيوم انك انت عندك افوجادروز نمبر اوف بارتكلز جوه البوكس ان صح، ايه احتمال بقى ان كل ان كل الان دول يبقوا ليفت؟ ده بيساوي 1 اوفر 2 وبعد كده تو ذا باور ان، لانك انت انت محتاج ان كل واحد فيهم يبقى ليفت او رايت يعني، فده بيساوي احتمال ان واحد الاحتمال بتاع كل انديفيديوال 1 اوف ذم، لان خلي بالك ده دول ميتشوال اكسكلوسيف صح، فعشان كده انا ضربت الاحتمالات. فانت لو الان كبيره على فكره انت مش محتاج ان الان تكون كبيره قوي عشان تشوف ان الرقم ده فعلا هيبقى صغير، انت يعني مش محتاج ان الان تبقى افوجادروز نمبر عشان تشوف انك انت ذيس كونفيجريشن اللي بيحصل فيه ان كل البارتكلز ليفت او كل البارتكلز رايت ذيس كونفيجريشن مع انها ايكوالي لايكلي برضو اس فار از البرنسبل بتاعنا بيجو، خلي بالك لانها كونسيستنت مع الكوليسترين ده، انا مش بتكلم هنا على انرجي، اس فار از يو ار فيكسنج توتال نمبر اوف بارتكلز ان هو يبقوا ان وانك انت الفوليوم بتاعك ال كيوب، ممكن فعلا التوتال نمبر اوف بارتكل يبقوا كلاسترد في البارتيشن ده او في الجزء ده او في الجزء ده. اتس ان الاود مايكرو ستيت، بس ذس مايكرو ستيت المالتيبلس بتاعتها 1 صح، واحتمالها بيساوي الكميه ديت يعني. فانت فور ان لارج ذس از ايكوال تو زيرو، فعلا ده بيروح للزيرو لما الان بتروح لانفينيتي صح. انما طبعا دي موست بروبابل كونفيجريشن هو ايه بقى؟ اللي هو انك انت ان على 2 هنا وان على 2 هنا، يعني كانت شكل ده فعلا هو اكتر احتمال. اي اذر كونفيجريشن از irrelevant compared to this configuration، ولكن كل اذر كونفيجريشن as far as these constraints are concerned they are equally likely برضو. دي الحاجه الغريبه في الاستات ماك، انك انت مع انك انت في عندك very exotic configuration ان كل المولكيولز تبقى هنا or هنا، الاحتمال ده او البرنسبل equal apriori probability بيقول لك كمايكرو ستيت ده equally likely صح. انما لانك انت this microstate المالتيبلستي بتاعتها compared to any to all other microstates بقى صغيره جدا يعني، فعشان كده الاحتمال بتاعها بيساوي صفر كده. فاحنا برضو في الاناليسيس بتاعنا برضو احنا هنستخدم نفس الفينومينا او نفس الارجيومنت، انك انت انا من كل الافيلابل configurations I will look for the dominant configuration صح. فانا هدور على الارقام ديت، انا هلوك فور ذا ان ان از نول، انا دلوقتي بقى سيرش فور ان ان، خلي بالك ده اللي احنا بندور عليه ان دي دوميننت كونفيجريشن. يعني ايه دوميننت كونفيجريشن؟ يعني الكونفيجريشن ليه لارجست مالتيبلستي، يعني اللي هو ليه ماكسيمم مالتيبلستي مظبوط كده. وانس انك انت لقيت الكونفيجريشن ده اللي هو الكونفيجريشن ده ماكسيمم سوري وانس انك انت لقيت المالتيبلستي فانكشن كفانكشن في الانات ماكسمايزت يعني، وده اللي احنا نعمله. فانا اجنور اني اذر كونفيجريشن، ليه؟ لان هو يبقى irrelevant compared to this dominant configuration. المالتيبلستي هتبقى much smaller in the thermodynamic limit اللي هي الليمت لما يكون في عندك very large number of particles يعني.